بعنوان علي صوتك، أقامت جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة بورشة عمل لتعزيز المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة وانخراطهم في الهياكل والعمليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر والأردن. النساء بالأخص بالمشاركة السياسية هذا إشي مهم في المجتمع العربي وفي الوطن العربي، والنساء ذوات الإعاقة هم يعني بلاقوا تحديين، اللي هو تحدي إنهم هم النساء من ذوات الإعاقة بالإضافة إلى هم اللي هو فرق اللي هم نسميه النوع الاجتماعي اللي هم النساء، فهو هذا المشروع كتير بيساعدهم على إنهم ينموا قدراتهم إنهم هم يكونوا قائدات في المجتمع، وخاصة مع التحديات اللي إحنا بنلاقيها في الوطن العربي في هاي المرحلة. وعلى مدى 4 أيام خلال هالورشة تم تسليط الضوء على محاور عديدة وأهمها نشر مفاهيم المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة ودعم مشاركتهم من خلال الإعلام وزيادة المعرفة بمهارات الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المشاركة السياسية. بخصوص ورشة العمل هلا احنا فيها التدريب، مبسوطة كتير لأنه في فايدة كتير، وهذا الشغل يعني نادر من نوعه وهذا في الأول في الوطن العربي. كان في أهدافه المشاركة السياسية لحد نوصل لحد نقدر إحنا نطالب في حقوقنا ونقدر إن إحنا نوصل لمشاركة سياسية، وأنا توقعاتي إن شاء الله إنه هذا المشروع رح يوصل ورح ينجح، لأنه التطبيق عندنا في الأردن لأنه في علاقة ما بين حقوق الأشخاص والمشاركة اللي إحنا فيها هون مع بين مجلس النواب والإعلام. النتائج المتوقع الوصول إلها بعد هالورشة هي زيادة قدرة النساء في فلسطين والأردن ومصر بالمشاركة والمناهضة الفعالة لحقوقهم في العمليات السياسية والجهات الفاعلة على المستوى المحلي والوطني، بالإضافة لتقوية وتأسيس هيكلية وآلية لتعزيز التواصل والتنسيق بين النساء ذوات الإعاقة وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني في مجال الإعاقة أو النوع الاجتماعي والمشاركة السياسية على المستوى الوطني والإقليمي. زي هيك ورشات عمل كثير كثير داعمة للنساء ذوات الإعاقة، ومش صعب تطبيقها على أرض الواقع لأنها هي إشي من سهل موجود وسهل تطبيقه، كونه أنه النساء ذوات الإعاقة من حقهم أن يشاركن في المشاركة السياسية، وهي المشاركة السياسية لا تقتصر على الناس اللي ما عندهم أي إعاقة أو النساء اللي ما عندهم إعاقة. ليش النساء ذوات الإعاقة ما يمكنوا نفسهم يكونوا نساء فاعلات في المجتمع وصاحبات قرار؟ إحنا بنمر بأزمة دلوقتي بسبب التغيير السياسي، ولكن المشروع هدفه ان احنا نغير فئة مهمشة، نغير فكرها عشان تساعد وتنهض بالنساء ذوات الإعاقة جميعا في كمان المشاركة السياسية. والمشاركة السياسية دي يعني نقطة مهمة جدا ان هي تغير المجتمع ككل، مش جزء معين. فالمشروع الصراحة بيساعدنا كتير جدا ان احنا نحاول نغير ونطور ونغير من الوضع السياسي في مصر. يذكر أنه نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تقارب 15% من سكان العالم، علما بأنه 80% منهم بيعيشوا في الدول النامية، وتعاني النساء ذوات الإعاقة من تمييز مزدوج لكونهم من النساء أولا وذوات إعاقة ثانيا، الأمر اللي له تأثير واضح على مشاركتهم الاجتماعية والسياسية. أحمد الكيلاني، رؤية.